جمانة، تفتكري ماجدة رومي هتغني عيناك ليال صيفية؟ يعني تفتكري؟ أتمنى، أعتقد مفيش مناسبة أفضل من كده عشان نغني فيها عيناك ليال صيفية. صح؟ يعني هتغنيها فين تاني؟ لا، ما أنا توقعت طبعاً أكيد كاظم الساهر يغني أكيد، أنا حبيبي مستنية كلمات كمان. شكراً ليكي يا جمانة. فعلاً مهرجان العالمين يعني بيقدم لنا تنوع حلو قوي قوي، وكمان احنا متحمسين قوي ان احنا نشوف ازاي تفاعل كاظم الساهر مع الاطفال امبارح، لان انا سمعت ان هم كمان كانوا حافظين القصايد والكلمات لاغانيه. دي حقيقة بسنت فعلا، يعني الأطفال كانت بتطلب من كاظم الساهر، أنا مش متذكرة بالظبط الأغنية، لكن أعتقد كانت أغنية كل القصائد، كانت في طفلة على ما أتذكر كانت طلبتها، حتى هو استغرب إن الطفلة عندها 9 سنين إزاي ممكن تكون حافظة أغنية زي دي وبتطلبها كمان في حفلة، وكذا مرة أكتر من مرة توقف عشان كمان يتفاعل مع الأطفال والجمهور اللي كان موجود، فكانت لفتة الحقيقة مهمة جدا وكبيرة جدا من نجم زي كاظم الساهر، وتقول لك حتى قد ايه مدى خصوصيه علاقته بالجمهور المصري. هو يمكن تحدث الحقيقه عن النقطه دي تحديدا، وعلى قد ايه ان مصر بالنسبه له كديستنيشن مهم جدا، لان هو بالفعل عنده وورلد تور اسمها ناو اند ذن او باك اند ذن على ما اتذكر، ومصر كانت من ضمن الستوبس او من ضمن البلاد اللي توقف فيها عشان يقيم فيها حفله ضمن الوورلد تور اللي هيقوم بيها. احنا مبسوطين ان مصر كانت من احدى الوجهات اكيد اللي هو هيغني فيها، ومهرجان العالمين هو فرصة جميلة جدا ان فنان كبير زي كاظم الساهر يقابل فيها الجمهور المصري مرة تانية بعد غياب، يعني كان بقاله فترة، يمكن قريب كان في حفلة لكن من قبل كده ما كانش كاظم يعني مقل في اعماله في مصر، فاحنا مبسوطين مهرجان العالمين رجع لنا يعني الكلمات الحلوة والقصائد الحلوة والالحان الجميلة والصوت الرائع طبعا كاظم الساهر. بنشكرك يا جمانة، واكيد هنرجع لك تاني كمان شوية.